أهلا بكم مستمرون في هذه التغطية المستمرة لهذه العملية العسكرية الكبرى التي تحدث في مدينة جنين وفي مخيمها، وأيضا عملية الدهس التي تمت في تل أبيب. ونبدأ بما أفاد به مراسل الحدث بوقوع 10 إصابات، بعضها في حال خطرة في عملية دهس وإطلاق نار في شمال تل أبيب. وأضاف مراسل الحدث أن منفذ عملية الدهس ترجل من سيارته ونفذ عملية طعن قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية. وأشارت المعلومات إلى أن منفذ عملية الدهس يبلغ 23 عاما من في الخليل في الضفة الغربية. نتابع الحقيقة تداعيات عملية الدهس هذه في الداخل الإسرائيلي. مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك. نبدأ بالتداعيات على المستوى السياسي، يعني أكيد ممكن أن تخلق عملية اعتراض بشكل أو بآخر عما يحدث في جنين، خصوصا من الفريق الآخر غير المتشدد في الحكومة، يعني إن كان موجود أصلا. حاليا هناك إجماع على عملية أو على هجوم إسرائيل على مخيم جنين، هذا يستمر. لكن أيضا في الوقت ذاته كانت العملية متوقعة بشكل عام أن تكون هناك عملية انتقام، ولكن ليس تحديدا هذه العملية في تل أبيب. لم يكن أي معلومات استخباراتية لدى الإسرائيليين. بنيامين نتنياهو يواصل اجتماع التقييم لمجريات الأمور. السؤال، هل ستؤدي هذه العملية ربما إلى إطالة أمد هذا الهجوم على مخيم جنين لبعض الوقت أم لا؟ قد يتم الانسحاب في خلال الساعات المقبلة كما كان متوقعا منذ ساعات الصباح. هذا الأمر سنرى تبعاته على الأرض في الساعات المقبلة، لكن ما من شك بأن هذه العملية أثارت ردود فعل. نعم. أساسا لدى اليمين الإسرائيلي، سموتريتش قال إن الفلسطينيين يحاولون المساس بالإسرائيليين في كل مكان بما في ذلك تل أبيب، فيما رأى بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بأن إطلاق مستوطن مسلح النار على المنفذ يدلل على أهمية تسليح الإسرائيليين في كل مكان كما قال. العملية طبعا كانت عبارة عن عملية دعس، ومن ثم عملية طعن. أطلقت النار على المنفذ من قبل إسرائيلي مسلح كان بالجوار، وهناك إصابتان خطيرتان من أصل 8 إصابات في هذه العملية. بالنسبة لجنين وما يحدث فيها، ونشر فيديوهات لمخازن وصور كانت موجودة في المخيم، هكذا يقول الإسرائيليون، يعني
هذا صحيح. بالنسبة لإسرائيل بدأت في الساعات الأخيرة تروج أكثر، وكأن الهدف من هذه العملية هو ليس بالضرورة اغتيال المقاتلين الفلسطينيين المسلحين، وإنما أكثر تدمير البنى التحتية بما في ذلك العبوات الناسفة التي كانت مزروعة بدءا بالجرافات الإسرائيلية ومرورا وليس انتهاءا بتفجير العبوات الناسفة والسيطرة على أسلحة مخبأة في بعض المناطق التي أو الأبنية أو المنازل التي تسميها إسرائيل للضرورة الحدث أهدافا. وبطبيعة الحال هذا الأمر الذي يجري، هناك نحو 400 مسلح في مخيم جنين، نصفهم اختفى منذ اللحظة الأولى، لا تعرف إسرائيل أين هم، النصف الآخر المتبقي هو موجود في إطار المخيم، وهناك اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر، وهذه إحدى المعضلات بالنسبة للإسرائيليين عند التفكير بالانسحاب وليس بجعبتهم إنجازات تذكر للرأي العام الإسرائيلي. طيب زياد، هل في أصوات تخويف في الداخل الإسرائيلي بمعنى الخوف أن يتسع أو تتسع هذه العملية أو تخرج عن إطار السيطرة الإسرائيلية وتتحول إلى مناطق قريبة في عموم الضفة الغربية؟ صحيح جدا، هذا الأمر في الإعلام الإسرائيلي له صدى. عمليا جميع المحللين والمعلقين العسكريين يحذرون من هذه الإمكانية أن يكون هناك اتساع لرقعة العمليات لتشمل انفجار الوضع مع قطاع غزة بإطلاق صواريخ أو حتى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على الجبهة الشمالية. ولهذا قلنا منذ البداية بأن إسرائيل متعجلة إنجاز التعبير في إنهاء هذا الهجوم قبل أن يتعقد ميدانيا، بمعنى أن تكون هناك مجزرة كبيرة في المخيم تستدعي إطلاق صواريخ أو أن يقتل عدد كبير من الجنود في المواجهات ويستدعي ذلك احتلال المخيم لفترة طويلة وما إلى ذلك من هذه الاعتبارات. ولهذا هذه هي بالضبط معضلة إسرائيل عند التفكير في الاستمرار أو الخروج من مخيم جنين. لكن إسرائيل تحاول الآن أن تشيع بأن ما يحدث في جنين هو النموذج الجديد للعمل العسكري في شمال الضفة الغربية المحتلة، بمعنى إذا كان العمل يقتصر في السابق على توغل محدود لساعات واغتيال واعتقال والخروج سريعا، الآن لا، قد يصبح الأمر احتلال لعدة أيام للمخيم والمكوث فيه وتدمير البنية التحتية كما حدث في مخيم جنين. طيب أنا معي الأستاذ نظير المجلي المحلل السياسي من الناصرة. زياد ابقى معي، سأعود إليك مرة أخرى لكن أريد أن أوسع النقاش قليلا. أستاذ نظير، هنا السؤال، ما في مخيم جنين موجود منذ فترة كبيرة، وهنا السؤال، لماذا أقدمت الحكومة الإسرائيلية، هذه الحكومة تحديدا بتكوينها وتصنيفها وغلبة المتشددين عليها، لماذا أقدمت في هذا التوقيت؟ يعني ما الذي يمكن أن يقرأ ما بعد ما يحدث في مخيم جنين؟ ما تلك الأشياء التي تخطط لها هذه الحكومة لتبني عليها ما يحدث الآن؟ نريد أن نفهم أكثر يعني هذه العقلية، عقلية الحكومة الإسرائيلية. مرحبا بك وبالزميل زياد وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. صحيح أن هذه الحكومة ليست صاحبة القرار في هذه العملية، القرار الأساسي لهذه العملية اتخذ في الجيش قبل سنة في ظل حكومة يائير لبيد، وتدربوا على هذه العملية طيلة هذه السنة من خلال الرؤية أن هذه ليس فقط عملية عينية لجنين، إنما هي نموذج يريدون التدرب عليه بشكل حي من أجل الحروب القادمة، العمليات الحربية القادمة التي يتوقع أن يكون فيها اجتياح بري أيضا، أكان ذلك على صعيد قطاع غزة أو على صعيد الشمال في جنوب لبنان. والقرار الذي اتخذ عينيا في هذه الحكومة كان قبل أسبوعين، عندما في 19 من يونيو، عندما أقدم الجيش الإسرائيلي على القيام بهذه العملية فعلا، والهدف طبعا القضاء على القيادات الصاعدة، قيادات الجيل الصاعدة في الشارع الفلسطيني. كما هو معروف الوضع الفلسطيني عموما مريح لإسرائيل، مريح للاحتلال الإسرائيلي. السلطة الفلسطينية في حرب مع الحماس والعكس بالعكس، الانقسام، ضعف السلطة، شبه انهيار، هذا مريح. الآن توجد قيادات جديدة في الشارع الفلسطيني تريد أن تنقلب على هذا الوضع،
ترفض الانقسام، تعمل بشكل متعاون وتتمرد على القيادات من جميع الفصائل. أستاذ نذير، أنا أسأل لأن في كتابات كثيرة وقراءات كثيرة تقول إسرائيل من مصلحتها أن ينقل الصراع من غزة التي تكلف إسرائيل كثيرا، وربما يكون هناك شيء في الداخل، صفقة ما بين الإسرائيليين وحماس، وأن ينقل الصراع إلى الضفة التي هي قريبة من إسرائيل، والتي إن نتج عليها حراك إسرائيلي ينتج عن ذلك اقتطاع من الأراضي الجغرافية، مزيد من الاستيطان، وربما تصفية مخيم جنين بشكل أو بآخر. هل توافق على هذا الطرح أو تراه منطقيا بحسب العقلية الإسرائيلية؟ يعني يجب أن نحدد ما هي إسرائيل التي تفكر بهذه الطريقة. وإسرائيل اليوم هي ليست إسرائيل يعني كوحدة واحدة، يعني لديها عدة آراء مختلفة متباينة، وفي بعض الأحيان تتحول هذه الآراء إلى صراعات تماما عميقة جدا. واليوم يوجد هذا الصراع، توجد قيادة سياسية في إسرائيل تريد أن تحدث فوضى في الشارع الفلسطيني، تقضي على القضية الفلسطينية وعلى السلطة الفلسطينية، وتجعل الضفة الغربية جزء من الاحتلال الإسرائيلي الخالد. هذه هي القوى المستوطنين، كانت في الماضي خارة هامشية بالحياة السياسية في إسرائيل، اليوم هي في قلب الحكومة، يمثلها سموتريتش وهو وزير ثاني في وزارة الدفاع، ويدخل في مواجهة مع القيادة العسكرية في إسرائيل. اليوم توجد حالة غير مسبوقة في التاريخ الإسرائيلي. الأولى هي حالتان عمليا، الأولى هي أن الجيش يعني يريد حربا محدودة، والقيادة السياسية تضغط على الجيش الآن حتى لا ينسحب من جنين، وحتى يستمر في هذه العملية ويوسعها، ويذهب إلى نابلس، ويذهب إلى أريحة، ويذهب إلى مدن أخرى فيها كتائب من هذا النوع. والأمر الثاني غير المسبوق هو أن هنالك قوة جدية في المجتمع الإسرائيلي تشعر بأنهم أصبحوا رهينة بأيدي القيادة اليمينية، تريد أن تدخلهم إلى حرب بالقوة. وفي هذه الحالة عادة عندما تكون في حرب لا تذهب إلى احتجاجات ومظاهرات في قضايا تتعلق بالقضاء وبمنظومة الحكم، ولذلك يريدون إضعاف المظاهرات. ونرى أن قادة المظاهرات ليس فقط لا يرفضون أن يوقفوا مظاهراتهم، اليوم رفعوا شعار أنهم يريدون مليون إنسان ينزل إلى التظاهر في الشوارع، وهذه ظاهرة غير عادية. زياد، سؤال لزياد حلبي. زياد، حماس أشادت ورحبت بالعملية الدهس هذه لكنها لم تتبنى، وأسألك عن ردة الفعل الإسرائيلية تجاه هذا التصريح. يعني زياد حلبي، إسرائيل الآن ليست يعني منشغلة كثيرا إن كان يعني حماس تقف من وراء هذه العمليات أو لا. بطبيعة الحال البيان كان رحب ولم يتبنى، هناك فارق ما بين في هذا البيان عمليا. إسرائيل الآن في مواجهة مع يعني مسلحين مقاتلين في مخيم جنين ينتهمون للجهاد الإسلامي ولحماس ولفتح وفصائل أخرى، هناك المئات منهم في مخيم جنين، وهي الحال أيضا استنساخا في مخيمات نابلس، الحال ذاتها تسود هناك. وبالتالي الانشغال أكثر هو في العملية العسكرية وتبعاتها. إسرائيل مرتاحة نوعا ما لأكثر من سبب، نتنياهو تحديدا الآن. السبب الأول لأن ثمة إجماعا داخل إسرائيل على هذه العملية. قبل السبب سأتي إليك، لكن حماس تتبنى عملية تل أبيب وتقول إن منفذها هو أحد عناصر حماس. هنا سؤال، ما يمكن أن يتم توقع قياسا على العمليات السابقة التي أنت قمت بها بتغطيتها زياد؟ يعني لن يقود هذا الأمر إلى أي شيء، بمعنى لن تقصف إسرائيل الآن أهدافا تابعة لحماس لأنها نفذت هذه العملية في داخل أراضي 48، لأن إسرائيل لا تريد أن تشعل جبهة غزة، حتى وإن كان بعض الوزراء مثل بن غفير وسموتريتش قد يدفعان تجاه خيار كهذا، لكن لا يبدو واردا حاليا. الانشغال هو أكثر في العمليات القتالية داخل مخيم جنين التي تتم على أرضية مريحة داخليا ودوليا بالنسبة لإسرائيل. طب زياد، هل في اجتماعات للحكومة الأمنية المصغرة مثلا، أو اجتماعات أمنية يمكن أن نبني عليها عشان نعرف هل فعلا يمكن أن يكون هناك توسيع للعملية في جنين، أو تقليل وبداية إنهاء هذه العملية خوفا من أي عمليات انتقامية؟
حتى الآن لم يجدول اجتماع كهذا. أساساً القرارات لا تتخذ حتى في هذه الاجتماعات لأن نتنياهو لا يثق بهذه الحكومة الأمنية المصغرة لسبب بسيط، بأن جل من فيها ليست لديهم أدنى خبرة أو معرفة في الموضوع الأمني والعسكري، يعني في هذا الموضوع أيضا لا يثق من حيث التسريبات، ولهذا عمليا يفضل المطبخ المصغر أكثر وهو وزير الدفاع وقادة أجهزة الأمن والجيش، وهذا يتم التداول فيه طوال الوقت في هذا الموضوع. بطبيعة الحال هناك تخويل من الحكومة الأمنية المصغرة لنتنياهو ووزير الدفاع بأن يتصرفا كما يشاءان في بخصوص هذه العملية. شكرك زياد حلبي مدير مكتب الحدث في فلسطين. سنعود إليك تباعا زياد، وأبقى مع أستاذ نظير مجلي من الناصرة. أستاذ نظير، حماس تتبنى العملية، وبالتالي ما كنا نطرحه في إطار التخوف يعني قد يزداد ترجيحا في هذا التوقيت. هل تتسع العملية أكثر؟ هل يمكن يعني حتى نبني على العمليات السابقة؟ نحن أمام عملية ليست الأولى في الدهس، وعملية في جنين ليست الأولى خلال 15 يوم، هذه العملية الثانية والثالثة خلال يعني السنوات الماضية. ليس بالضرورة أن يتسبب الدهس في تل أبيب إلى توسيع العملية في جنين أو إلى عمليات أخرى، حتى لو تبنته حماس. نعم، لأن في إسرائيل يقدرون أن حماس في ضائقة، وهي فعلا في ضائقة. يعني الجمهور الفلسطيني يتساءل كل ليلة أمس وأمس الأول كل وقت العملية في جنين، أين حماس؟ لماذا لا تستخدم قوتها في حماية أو التضامن والتعاضد مع أهل جنين؟ هذا الأمر يحرج حماس كثيرا، ولذلك عندما تخرج بعملية كهذه من الممكن أن ترضي نفسها وترد على منتقديها وتقول هي تعمل وهذا التضامن مع جنين. السؤال كيف سيستمر فيما بعد؟ هل ستكون هناك عمليات أخرى؟ إذا كانت عمليات أخرى لحماس في داخل إسرائيل، عندئذ ستتغير الصورة، وإسرائيل ستجد طريقة لمعالجة هذا الموضوع. ويوجد يعني نوع من القواعد العمل المشترك بين حماس وإسرائيل، هناك اتفاقات وتفاهمات أمنية واضحة بموجبها حماس لم تتدخل عندما قامت إسرائيل بقصف الجهاد الإسلامي 3 مرات ضمنها اغتيالات لقادته العسكريين، وعلى هذا ينتقدونها في الشارع الفلسطيني. نعم. وهذه الاتفاقيات من المفترض أنها تشمل أيضا عدم المبالغة في العمليات حماس في داخل إسرائيل. إذا زادت من الممكن أن تتغير المعادلة. طيب، معي خالد القاسم، رسلنا هو في جنين. خالد، إليك الأوضاع الآن، ما يحدث من عمليات الدهس هذه؟ البعض كان يتوقع أن تنعكس أكثر شراسة على المخيم وما يحدث فيه يعني. نعم، تكثفت أصوات إطلاق النار في الساعة الأخيرة إضافة إلى كثافة الانفجارات. لا أعرف إذا كان لهذا الواقع انعكاس لما جرى من عملية دهس في تل أبيب، أم أن العملية زادت ضراوة داخل مخيم جنين كما تشاهد الجبهات العسكرية الإسرائيلية. قبل قليل كانت تطارد مشاة فلسطينيين كانوا يحاولون الخروج من داخل المخيم. نسمع بين الحين والآخر أصوات الانفجارات في محيط مسجد أنصار، إضافة إلى سماع صافرات الإنذار تنطلق من مركبات الإسعاف تتوجه إلى داخل المخيم، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قبل حوالي نصف ساعة بارتفاع عدد قتلى هذه العملية العسكرية في مخيم جنين إلى 10 بعد مقتل فلسطينيين 2 هذا اليوم. خالد، يقولون وجد يعني الروايات الإسرائيلية تقول وجدوا أنفاق أسفل المسجد أنصار وغيره من المساجد، ويقولون أيضا تم يعني اعتقال 120 شاب فلسطيني مشتبه بهم في عمليات سابقة ضد إسرائيل. هذه الروايات حتى وأنت تسمع من الناس يعني الذين يخرجون من المخيم أو يروون روايات بشكل أو بآخر الفلسطين، هل لها صحة أو لها واقع ما في المخيم؟ عمليات الاعتقال أكثر من 120 معتقلا، ولكن على الأغلب ليسوا جميعا ضالعين في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ولكن
الأنباء تتكشف لاحقا، هذا ما يعلنه الجيش الإسرائيلي، وخاصة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية 90% من المعلومات هي تصدر فقط من الجيش الإسرائيلي، الذي قال بأنه عثر أو دمر بئرا يستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات داخل المخيم، إضافة إلى تدمير عدد من الغرف التي سماها بغرف إدارة العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في المخيم، وإضافة إلى تدمير معامل لتصنيع المتفجرات وتصنيع قواعد إطلاق الصواريخ محلية الصنع. ربما استمعت إلى صوت هذا. نعم. الانفجار الجديد في داخل مخيم جنين، وحركة نشطة للجبات العسكرية الإسرائيلية ذهابا وإيابا في شوارع المخيم. طبعا الصور اللي على شاشتنا الآن هي من المكان الذي شهد عملية الدهس ومتابعات هذه العملية في تل أبيب، وأيضا الصورة السابقة كانت لمخيم جنين تحديدا. خالد، طيب أسألك، هل تغيرت الأماكن التي كانت يعني مكان للهجوم الإسرائيلي على المخيم؟ كانت هناك مداخل مختلفة للمخيم يعني؟ نعم، المداخل جميعها مغلقة، والجيش الإسرائيلي يدخل من جميع المداخل باتجاه على الأغلب حارة الدمج في وسط المخيم، باستخدام سياسة طنجرة الضغط، ممارسة الضغط وتقليص مساحة المواجهة مع المسلحين الفلسطينيين، في محاولة من الجيش الإسرائيلي لإرغامهم على الاستسلام أو قتلهم في عمليات، سواء كانت بقصف بالطائرات أو بتبادل لإطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه وسط مخيم جنين بشكل بطيء وبشكل عملياتي، من خلال هدم جدران المنازل والتنقل من منزل إلى آخر، خشية تعرضه لإطلاق الرصاص من قبل المسلحين الفلسطينيين. طبعا طوق أمني، مسؤولون أمنيون إسرائيليون في إطار عمليات التحقيق والمتابعة للمكان الذي شهد عمليات الدهس في تل أبيب. هذه صور على اليمين، على اليسار مخيم جنين وما يحدث فيه. هذه صورة كاملة للطوق الأمني لعناصر أمن إسرائيلية في المكان الذي شهد عمليات الدهس، وأيضا المسؤولين الأمنيين في إطار عمليات التحقيق المتابعة، وأيضا لهذه العملية التي شهدت عملية دهس نتج عنها هذا العدد 7 مصابين وفيهم 4 في حالة خطرة حتى الآن. طيب خالد، ابقى معي، سأعود إليك تباعا الحقيقة، ومعي الأستاذ نظير مجلي. أستاذ نظير، أعود مرة أخرى إلى ما يمكن قراءته في إطار التخوف من الاتساع. الاتساع هذه المرة يقيسون على 2002 لو تتذكر، كان اتساعا في مخيم جنين والعملية زادت إلى انتفاضة كاملة. البعض الآخر يطرح، أستاذ نظير وهنا أسألك عن الاتساع، سيكون في المناطق القريبة من المخيم، نابلس القديمة وغيرها من هذه الأماكن. رؤيتك للاتساع هذه المرة، إن اتسعت العملية بهذا الشكل، هل تأخذ إطار شعبي فنصبح أمام انتفاضة ثالثة، أم تأخذ اتجاه جغرافي فتتسع الأماكن من جنين إلى غيرها في الضفة؟ يوجد قرار واضح عند الجيش الإسرائيلي أن لا يوسع هذه الحلقة، وأن يكتفي بمعالجة عينية موضعية للحدث في مخيم جنين بالذات. هذا القرار يتأكد أكثر ليس فقط من التصريحات التي يطلقها قادة الجيش، بل أيضا من ممارسة الجيش اليومية. فكما هو معروف، خرج اليوم أيضا من الضفة الغربية ما لا يقل عن 100,000 عامل فلسطيني للعمل في إسرائيل أو في المستوطنات اليهودية داخل الضفة الغربية، حوالي 80,000 خرجوا إلى إسرائيل للعمل، ضمنهم أيضا عمال من أهالي جنين ومن مخيم جنين. لكن فلسطينيا أستاذ نظير، أنا أسألك، فلسطينيا هل تتسع فلسطينيا حتى لو لم يرد الإسرائيليون؟ صحيح، من المشكوك فيه أن يكون هنالك انتقال أو توسيع فلسطيني. السبب أن هنا هذا العمل في داخل المخيم جنين يحتاج إلى تضامن، أولا تضامن شعبي، إلى مسيرات تظاهرات. هذا الأمر يعني حصل ولكنه ليس
بكمية وبزخم يدل على أن هناك نية على الخروج في انتفاضة. أعتقد أن هناك وعي في إسرائيل في فلسطين إلى أن الوضع في إسرائيل اليوم يوجد هناك مهاويس في القيادة الإسرائيلية، اليمين المتطرف يريد أن يوسع حلقة الصراع لتعم الفوضى ويضرب القضية الفلسطينية، وينبغي على الفلسطينيين أن لا يعطوا هذا السلاح. هذا أمر يعني يجري الحديث عنه بالنقاشات الواعية للقوى والقيادات والنخبوية، وحتى في الشارع الفلسطيني يدركون أن هل مصلحتهم هم أم مصلحة اليمين الإسرائيلي الآن أن تنتشر تلك الفوضى وتنتشر تلك الانتفاضة. فالتفكير كما يبدو يسير في اتجاه أن نذهب إلى التهدئة أفضل، فإذا الجيش الإسرائيلي انسحب من جنين خلال ساعات كما يقال، فهذا قد يهدئ الأوضاع أكثر، وستكون عندئذ المعركة المشتعلة بين قيادة الجيش الإسرائيلي وبين قيادة الحكومة الإسرائيلية، اليمين المتطرف الذي يريد أن ولديه مصلحة في أن يوسع العلاقات. سؤال مهم، لأنه البعض كان يلمح في كتاباته وعلى أنه ليس هناك توافق ما بين قيادة الجيش، وأنت تذكر أن وزير الدفاع أيضا، وما بين الحكومة. يعني لو بالتأكيد جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وخلال اجتماعه الطارئ في القاهرة بشأن التطورات في جنين شدد مجلس الجامعة على أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية قد يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والتسوية في المنطقة. معي تامر نصرت مراسلنا من مقر جامعة الدول العربية، أهلا بك تامر، لو يعني تنقل لنا ما تمخض عن هذا الاجتماع. مساء الخير يا محمود. الاجتماع انتهى، معظم المندوبين غادروا مقر جامعة الدول العربية، ونحن الآن في انتظار الصيغة النهائية للبيان الذي سوف يصدر عن هذا الاجتماع. لدينا عدد من الملامح التي توصلنا إليها عما سيصدر أو عما سيحتوي هذا البيان، ربما ستتصدره النقطة الخاصة بالتوجه نحو مجلس الأمن، سواء برسائل أو مخاطبات أو غيرها من الوسائل، لكي يعقد اجتماع وذلك لوقف العدوان الإسرائيلي. محمود، أعتقد أن هذا سيتم من خلال مخاطبة الليلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الآن العضو العربي في مجلس الأمن، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، للاطلاع بهذه المهمة. إذا لم يقدم مجلس الأمن ما تصبو إليه الرغبة العربية، فسيتم التوجه إلى الجمعية العامة. يعني هذا ربما الأبرز على المستوى السياسي، بالإضافة طبعا إلى الدعوة لاجتماع اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية التي ترأسها حاليا المملكة العربية السعودية، التي تأسست أيضا خلال اجتماع قمة جدة. فربما تكون الحركة من خلال اللجنة أو الدعوة إلى اجتماع هذه اللجنة الوزارية. لكن على المستوى القانوني، وربما يكون هذا هو الأبرز، هناك محكمة العدل الدولية ستناقش خلال 3 أسابيع من الآن، أو ستصدر رأي تشريعي، أو ربما يمكن أن تسمى فتوى قانونية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي حثت فلسطين خلال كلمة الافتتاح اليوم، وكذلك أعتقد أن هذا سيشمله أيضا البيان الختامي، جميع الدول العربية على التقدم بالمذكرات القانونية التي تفيد في هذا الشأن، وتبلور الاتجاه الذي يمكن أن تتخذه محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية. من مصادر حضرت الاجتماع المندوبين من دبلوماسيين حضروا هذا الاجتماع، علمت أن الدول العربية التي تقدمت بالفعل أو تنوي التقدم أو في صدد أو بصدد كتابة مثل هذه المذكرة لا يتجاوز عددها 5 دول حتى هذه اللحظة. وبالتالي يعني أعتقد أن البيان سوف يصدر في يعني لحث جميع الدول العربية على التقدم بمثل هذه المذكرات. من هذه الدول التي تقدمت أو في بصدد التقدم مصر والأردن والكويت وقطر أيضا طبقا للمصادر، ويعني هناك أيضا دعم من خليجي لمسألة تقدم الدول التي ربما لا تستطيع تحمل المصاريف أو ليس لديها الخبرة القانونية في هذا الشأن، هناك استعداد خليجي لدعم هذه الأمور أو لدعم هذه الجهود عفوا. كذلك أشير أيضا إلى
حث المجتمع الدولي أو تحديدا المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ قرار بشأن التحقيق الذي بدأ منذ عامين وحتى هذه اللحظة لم يصدر عنه أي قرار يدين العدوان الإسرائيلي المستمر وجرائم الحرب وغيرها من الأمور التي فتحت هذا التحقيق قبل عامين من الآن. ربما تكون هذه هي أبرز النقاط التي سوف يحتويها أو نتوقع أن يحتويها البيان الختامي للمندوب الدائم. متى متوقع البيان يصدر بشكل رسمي تام؟ عقد اليوم في أي لحظة يعني ربما ونحن نتحدث الآن يعني كل شوية أنظر إلى الهاتف النقال لربما تصدر أو يصدر البيان لأننا اعتدنا من أمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها ترسل للصحفيين فور صدور فور الاتفاق على الصياغة أو صيغة نهائية للبنود المختلفة التي ربما يعني اتخذ أو أخذ النقاش فيها وقتا أطول مما توقعناه صحفيين. تامر سنعود إليك تباعا حينما يصدر هذا البيان بشكل نهائي. شكرا جزيلا من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة تامر نصرت. أعود إلى جنين إلى خالد القاسم مرة أخرى. خالد، إذا كان هناك أي تطورات في المخيم. نعم محمود، كثافة في سماع أصوات الانفجارات داخل مخيم جنين إضافة إلى نشاط غير اعتيادي لم نعتد عليه منذ يومين للمركبات العسكرية الإسرائيلية تجوب الشوارع، وهناك أيضا صليات أو تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي على ما يبدو والمسلحين الفلسطينيين. غير ذلك لم ترد أنباء من داخل المخيم حول سقوط ضحايا جدد. هذه التفجيرات بحسب بعض المصادر ربما تكون ناجمة عن إلقاء عبوات ناسفة على قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة داخل المخيم، وهذه الانفجارات تتركز في محيط مسجد الأنصار. الجيش الإسرائيلي بدأ بعمليات تجريف إضافية في حي الجابريات وحي الجبل داخل مخيم جنين ربما تمهيدا ل دخول المركبات العسكرية إلى تلك المناطق. تلاحظ زيادة في عمليات النزوح، يعني كان يعني عمدة الجنين يقول في 4000 فلسطيني فروا من المخيم يعني. نعم، عمليات النزوح جرت ليلة أمس في الليل. هذا اليوم لم نلحظ أي نزوح، لم نلحظ خروج عائلات فلسطينية من داخل المخيم، ولكن الليلة الماضية تواصلت عملية النزوح لأكثر من ساعة تقريبا، بالعشرات كانت العائلات الفلسطينية تغادر مخيم جنين. معظم النازحين كانوا من النساء والأطفال والذين تم استيعابهم في باحات المشافي، في المدارس، في قاعات الأفراح، في المساجد لمدينة جنين، في القرى المجاورة للمخيم. كانت هناك نداءات طيلة الليل من القرى المجاورة يناشدون النازحين بالتوجه إلى تلك القرى لاستيعاب أعداد النازحين، ولكن مع استمرار هذه العملية العسكرية سيصبح النزوح ربما وضع النازحين سيصبح أسوأ، لأن معظمهم الأطفال ولديهم احتياجات فوق العادة بالنسبة للكبار. بشكرك خالد القاسم، سنعود إليك مرة أخرى. وأنا معي الآن المحلل السياسي الأستاذ محمد هواش. أستاذ محمد أهلا بك. خلينا نبدأ بما أعلنته حماس من تبني هذه العملية، هذا الشاب الذي قام بعملية الدهس في تل أبيب، وبالتالي كيف سنعكس ذلك على ما التزمت به حماس مع إسرائيل في هدنة في غزة. وبالتالي وإسماعيل هنية بالأمس كان يتحدث على أن كل السيناريوهات مفتوحة، وبالتالي إمكانية عودة الصراع أو اتساع الصراع ليتخطى جنين والضفة إلى صراع إسرائيلي فلسطيني بما فيه غزة يعني. مساء الخير لك أستاذ محمود. أعتقد بأن العملية التي تمت في تل أبيب هي عملية فردية وليست عملية يعني منظمة وبتوجيهات
من حركة حماس أو من غير حركة حماس، ولكن هي تبنت يا أستاذ محمد باعتبار أنها يعني أصدرت بيان وقالت إنه الشاب الذي قام بهذه العملية من حماس. عادة تصدر بيانات، نعم تصدر بيانات بأنها تتبنى هذه العملية وبأنها يعني ترد بهذه العملية على ما جرى في جنين، وبأنها تنفذ يعني ما وعدت به بأنه سيكون هناك ردود على هذه العملية، وإذا تجاوزت ما سمته الخط الأحمر فإن يعني غزة ستشترك بثقلها في هذه المعركة. هذا جزء من يعني العمل السياسي الذي تقوم به حركة حماس، تحاول يعني أن تقول بأنها هي عنوان رئيسي في هذه المواجهة، وبأن قواتها يعني أو مناصريها يقومون ب يعني مقاومة الاحتلال في جنين وفي كل مكان تستطيع فيه حركة حماس أن ترد على يعني جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهذه العملية. ولكن حتى الآن لا يوجد ما يدل على أن حركة حماس بالفعل هي التي قامت بهذه العملية أو هي التي أوعزت بتنفيذ هذه العملية. هل هي في أزمة أستاذ محمد فعلا بعد ما تعرضت له الجهاد؟ يعني الجهاد تعرضت لعدوان وهجوم إسرائيلي، هي لم تكن داعمة له بشكل أو بآخر، البعض يقول هذا الكلام، يعني هل حماس في أزمة داخليا ما بين شبابها وما بين قيادتها؟ يعني الكل الفلسطيني في أزمة، حركة حماس في أزمة، وحركة فتح في أزمة، السلطة الفلسطينية في أزمة، منظمة التحرير في أزمة، لأن يعني لا يوجد أفق سياسي يعني كل مشكلات الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الضفة الغربية إلى القدس إلى كل ما يتعلق بحياة الشعب الفلسطيني اليومية ومستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبالتالي يعني عندما تكون هناك معركة وحماس تدعي إلى جانب ادعاءات أخرى فلسطينية كثيرة بأنها هي العنوان السياسي وهي عنوان المقاومة وهي عنوان يعني المواجهة مع إسرائيل، وعندما تحدث مواجهة حتى في عقر داريا في قطاع غزة لم تشارك على الإطلاق، وكانت تشارك في البيانات التي تصدر عن يعني الغرفة المشتركة، ولكنها لم تشارك على الإطلاق يعني في عمليات المقاومة ضد حركة الجهاد الإسلامي عندما استهدفت إسرائيل كوادر قيادية في حركة الجهاد الإسلامي، واستهدفت قطاع غزة والمدنيين في قطاع غزة بعدوان عسكري واسع جدا قبل أسابيع. ولذلك حركة حماس تحسب كل خطوة تخطوها، ولديها ما تخسر إذا ما يعني تسرعت ويعني اتخذت قرارات غير محسوبة وقرارات عاطفية وقرارات تستجيب يعني احتياجات الشارع أكثر من يعني قرارات يعني يحتاجها الشعب الفلسطيني، وقرارات توفر للشعب الفلسطيني الحماية والحياة الكريمة والحياة اليومية الهادئة. طيب أستاذ محمد، ما الذي في وجهة نظرك يعني سيترتب على عملية جنين هذه؟ لأن البعض يتحدث عن البيت الفلسطيني، يعني وكأن ثمة شيء يدور بين السلطة وبين حماس، بين فتح وبين حماس، في ترتيب ما أو تغاضي عن مشكلات سابقة، توحيد الصف الفلسطيني، عناوين كبيرة وكثيرة. يعني هل يمكن أن هذه العملية تحرك الجانب أو تحرض الجانب الفلسطيني على أن يعالج أزماته؟ نعم، هذه ملاحظة مهمة جدا وملاحظة شديدة الأهمية وشديدة التأثير. كما قلت، بما أن الكل الفلسطيني في أزمة بسبب المواقف الإسرائيلية يعني المتطرفة والتي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في كل ما يتعلق بالحياة اليومية وفي مستقبل الشعب الفلسطيني، وحديث بنيامين نتنياهو قبل أيام في يوم الثلاثاء الماضي في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تحدث بشكل واضح وسافر وصريح بضرورة يعني التخلص ويعني قتل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية، وطحن هذه الفكرة، تحدث بمصطلحات حتى ومفردات يعني قاسية جدا، طحن هذه الفكرة بالكامل. وبالتالي يعني هو يستهدف الشعب الفلسطيني في مستقبله وفي حياته وفي يعني معيشته وفي كل ما يتعلق بحياة الشعب الفلسطيني،
ولذلك أيضا يعني لا يتوفر لحركة حماس يعني آفاق تطور يعني غير أن تكون جزء من مواجهة مع إسرائيل، والمواجهة تكلف حركة حماس، إذا خاضت المواجهة بمفردها ستكلفها كثيرا، وربما تكلفها يعني وجودها في السلطة في قطاع غزة. وأيضا فيما يتعلق ب يعني منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تعتبر بأنه لا يوجد شريك سلام في إسرائيل، وبالتالي يعني المستقبل غامض ومجهول ومخيف جدا، وقد يولد يعني مواجهات أوسع بكثير مما شاهدناه اليوم في جنين، ويعني وجود أيضا يعني أطراف يعني وجود حكومة إسرائيلية متطرفة شديدة التطرف، نعم، تسمح بأفكار عنصرية سافرة من نوع عدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بحقوقه وعدم الاعتراف بأي تفاهمات سياسية، واعتبار الضفة الغربية وقف يهودي كما قال يعني كما قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية من حزب الصهيونية الدينية. كل هذا يؤشر إلى أن يعني الفلسطينيين يستشعرون خطرا كبيرا جدا، وهذا يدفعهم يعني بشكل أو بآخر يدفعهم إلى يعني تجاوز المشكلات والخلافات العميقة التي حدثت خلال السنوات خلال العقدين الماضيين بين حركتي فتح وحماس، بين منظمة التحرير الفلسطينية ويعني الحركات الإسلامية الفلسطينية التي انفصلت عن الكل الفلسطيني وسيطرت على قطاع غزة وتريد أن تبني يعني مستقبلا مستقلا عن الكيان الفلسطيني. في تحرك عربي اليوم أستاذ محمد في الجامعة العربية، في اجتماع لمجلس الجامعة العربية، وفي كلام على تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن، يعني الطلب بأن يكون هناك جلسة طارئة لمجلس الأمن، وإن لم يكن هناك استجابة سيكون هناك تصعيد إلى الأمم المتحدة، وبالتالي إلى أي حد ممكن أن تكون هذه الخطوة مؤثرة ضاغطة ما على إسرائيل؟ بصرف النظر عن يعني جدوى هذه الخطوة، هذا واجب للجامعة العربية التي يعني نشأت في مواجهة التحدي يعني القضية الفلسطينية، ونشأت من أجل يعني إعادة القضية الفلسطينية إلى الخارطة الجغرافية والسياسية بالكامل، ويعني الجامعة العربية نشأت من أجل فلسطين بالتحديد، وبالتالي عندما يعني كانت الجامعة العربية في سنوات الستينات والسبعينات كانت تقرر يعني مسارات سياسية وتقرر علاقات سياسية ولها وزن في السياسة الدولية، تؤخذ بعين الاعتبار بصرف النظر عن وزنها الحقيقي، ولكن تؤخذ بعين الاعتبار أي بيان يصدر عن الجامعة العربية. و الجامعة العربية اليوم عندما يعني ينهار العالم العربي بصورة أو بأخرى، وتحاول الجامعة العربية لملمت الأوضاع ولملمت المواقف العربية باتجاه يعني لب الصراع في المنطقة والمشاكل في المنطقة الذي هو القضية الفلسطينية، هذا جزء من واجبها دون التعويل على يعني إمكانية أن يحدث تأثيرا كبيرا جدا، ولكن يجب أن يحدث مسارا سياسيا ودبلوماسيا نشطا إلى جانب يعني القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، لأن التضامن مع الشعب الفلسطيني يولد أيضا يعني قوة للدول العربية. يعني أنت تقصد أنه اجتماع في إطار الواجب فقط وليس في إطار التأثير، يعني وإذ كان مطلوب أن يكون هناك في إطار التأثير، وأنت أشرت إلى المسار الموجود الآن، المرجعية في المبادرة العربية في 2002 اللي طرحت في بيروت، طرحتها المملكة العربية السعودية، هل ممكن أن يكون هناك تحريك لهذا المسار، أو يعني ما الذي يمكن أن يرضي الفلسطيني في هذا التوقيت عربيا؟ نعم، هذه نقطة أيضا مهمة جدا. العربية السعودية حاولت بعد مجيء بايدن في ثلاث محافل يعني أن تعيد الاعتبار إلى المبادرة العربية للسلام، ولكن دعني أشير فقط لأن صورة مهمة، هذه السيارة التي استخدمت في عملية الدهس، طبعا هذه السيارة تم التحفظ عليها إسرائيليا، التي استخدمت في عملية الدهس وتم التحفظ عليها في تل أبيب، وهذا هو المكان كله الذي شهد عمليات الدهس وعملية الطعن أيضا، الصورة كانت قريبة وواضحة بعض الشيء. تفضل أستاذ محمد.
فالعربية السعودية تحاول يعني أن تعيد الاعتبار إلى المبادرة التي طرحتها في إطار إعادة رسم السياسة الخارجية للعربية السعودية والسياسة الإقليمية. وهناك تطور يعني مهم جدا في العربية السعودية يؤدي إلى تغيير سياسات يعني قديمة روتينية ولم تؤثر يعني ولم تعطي العربية السعودية وزنها الحقيقي في السياسة العربية والسياسة الإقليمية والسياسة الدولية. نعم. هناك أيضا يعني ضغوط على العربية السعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل، ولكن من الواضح جدا أن شروط العربية السعودية واضحة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأنه أكثر يعني يتسع أكثر بكثير ولا مجال، لكن المسار الآن أستاذ محمد هو المسار الدولي، يعني إذا كان هناك ضغط عربي ودبلوماسية عربية فلابد أن تأتي دوليا، يعني إذا كان هناك تأثيرا ومسارا عربيا يريد التأثير فعليها أن يأتي دوليا، مجلس أمن، أمم متحدة، عودة تفعيل الرباعية التي قتلها الأمريكيون والأوروبيون وأوقفها الروس، لديهم استعداد بشكل أو بآخر، لكن إلى أي حد يمكن أن يعاد تفعيل هذا المسار مرة أخرى، هو المسار الدولي الأوروبي الأمريكي الضاغط الروسي؟ أنا أعتقد بأن يعني إذا يعني قادت العربية السعودية ومصر تحديدا يعني هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى يعني حركة سياسية ودبلوماسية مهمة جدا ونشطة، ويمكن أن يستمع إليها المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بسبب المصالح المشتركة مع العربية السعودية ودول الخليج ودول الإقليم، وهي مصالح كبيرة جدا ومهمة جدا ومؤثرة أيضا. يعني العربية السعودية يعني قادت عملية النفط خلال الأزمة الأوكرانية بصورة يعني مهمة جدا، وأوضحت أن هناك مصالح للعربية السعودية وللعرب عموما شركاء العربية السعودية في هذا الموضوع لا يمكن تجاوزها على الإطلاق فقط لاحتياجات دولة هنا أو دولة هناك، وبالتالي يمكن تفعيل هذا وسحب هذا الموقف أيضا على قضايا أخرى تتعلق بالاستقرار في المنطقة الذي تحتاج كل دول المنطقة من أجل التنمية. بالتالي المبادرة العربية ربما تكون رافعة لكل مشاريع التنمية التي والطموحة التي تقترحها العربية السعودية، ويمكن أن يؤسس لمسار جديد يختلف عن المسار السابق الذي شاهدناه خلال العشر سنوات الماضية التي كان فيها العالم العربي ينهار بالكامل ودول العالم العربي تتحول إلى دول فاشلة. هناك يعني يمكن إعادة المسار من جديد إلى من خلال القضية الفلسطينية، من خلال ما يجمع العرب على هذا الموضوع. طيب. وتفعيل يعني عملية دبلوماسية، ولا نتحدث هنا عن يعني قضايا يعني خيالية، نتحدث عن مسار سياسي ودبلوماسي تراعى فيه الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، وأيضا حقوق الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالحماية المطلوبة للشعب تحت الاحتلال التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف في هذا الصدد. أشير أيضا إلى الصورة التي على شاشاتنا، السيارة التي تم بها عملية الدهس في تل أبيب، والتي كان يقودها شاب فلسطيني ونتج عنها عدد كبير من الإصابات، في هناك يعني 10 إصابات، هناك 4 منهم في حالة خطرة، وتم قتل وتصفية الشاب الفلسطيني الذي كان من الخليل، وهذا هو المكان الذي شهد عمليات الدهس وعمليات الطعن. وكانت هناك صور أو فيديو لأحدى الكاميرات القريبة، كاميرات مراقبة قريبة، العمليات شراسة بعد عملية الدهس هذه في تل أبيب، وهناك تكثيف كبير للعمليات في داخل المخيم الذي نتج عنها عدد كبير جدا من 4000 فرد تم ترحيلهم من جنين بالنسبة لي بعد هذه العملية، وهناك 10 قتلى خلال يومين من عملية الكبرى في جنين بهذا الشكل، وهناك 120 كما يقول الإسرائيليون، يعني 120 شاب تم اعتقالهم، وتم أيضا اعتقالهم في داخل المخيم. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيقول في 50 هجوم حدثوا داخل إسرائيل كان كلهم من المخيم،
والخطة الإسرائيلية كما يعلن الإسرائيليون أنها تحويل مخيم جنين إلى مكان غير آمن أو ملاذ غير آمن بالنسبة للفلسطينيين في هذا المكان. طبعا هذا المشهد الأبرز في تل أبيب، عمليات الدهس والسيارة التي تمت استخدمت في عمليات الدهس في تل أبيب، كيف ستكون تداعياتها؟ هذا هو السؤال الذي ننتظره. هل ستقصر من عمر عملية جنين في المخيم جنين أم سيكون هناك زيادة وتكثيف أكبر في هذه العملية التي نحن في يومها الثاني في عملية جنين؟ دي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي منازل في جنين، أحد الفيديوهات يوضح اقتحام الجيش الإسرائيلي منازل في جنين. طبعا إسرائيليين يقولون 120 فلسطيني تم اعتقالهم في المخيم، مراسلنا يقول أكثر بكثير من 120 فلسطيني يتم اعتقالهم. طبعا ترويع المواطنين الفلسطينيين في المخيم، عدد كبير جدا من الاعتقالات تتم بهذه الطريقة، تجريف الطرق في المخيم جنين، هدم بيوت، 4000 فلسطيني غادروا المخيم إلى القرى المجاورة وإلى مدينة جنين الملاصقة للمخيم. طبعا 10 الذين تم قتلهم الفلسطينيين لا فيهم 3 أطفال. متواصلون الحقيقة في هذه التغطية على الجانبين، جانب تل أبيب وعملية الدهس التي تمت، وأيضا على العملية الإسرائيلية في مخيم جنين في يومها الثاني وقد نتج عنها هذا العدد الكبير من القتلى، 10 قتلى بينهم 3 أطفال. مراسلنا أفاد بوقوع 10 إصابات بعضها في حالة خطرة في عملية دهس وإطلاق نار في شمال تل أبيب. وأضاف مراسل الحدث أن منفذ عملية الدهس ترجل من سيارته ونفذ عملية طعن قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية، وأشارت المعلومات إلى أن منفذ عملية الدهس يبلغ 23 عاما وهو من الخليل في الضفة الغربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.